نيهاو عليكم للاختراع للكسلانين، عارف كيف؟ وبصراحة كمان بريح، يعني تفرج تلفون هون تقدر انت تتحكم تحضر فيديو، انا مش ماسك التلفون تمام، تقدر تسند بهاي بهذا الشكل، بتقدر ترجع طبعا، تقدر تتحكم تنزل تطلع زي ما انت شايف بالطريقة اللي بدك اياها. صراحة جهاز للكسلانين اشي سوبر، وبين بريح الايدين شايفيني اه شايفيني. طيب واحد من اختراعات اخواننا الصينيين الله يجزيهم الخير تمام، دقيقة عملنا كركبة. جهاز حلو بتصفط طبعا طريقة، خليني اورجيكم سريعا كيف هذا ممكن انه يتصفط بطريقة سريعة جدا. تسكروا هيك بعدين بتسكروا هيك، انتهى الضبضب بهذا الشكل، بتحطه في الكيس خلصنا تمام. هلا واحد من البرودكتس اللي كتير مهمة، الناس كتير اليوم عم تستخدم التلفون بساعات طويلة، خاصة جماعة الجيمينج اللي بتضل تلعبوا جيم ومش عم تدرسوا ولا عم تروحوا على الشغل، فهذا كتير مهم. البرودكت كمان نرجع نذكر يا اخوان داخلين على موسم كتير مهمة، عنا الكريسماس لسه ما بلش، الثانكس جيفينج، الراس السنة، ففي كتير مناسبات بتقدر تشتغلوا عليه كمان للسنة جاي. واحد من المنتجات اللي كتير مهم متوقع تكون عليه مبيعات كتير عالية. اخبارنا الجديدة في mutualdropship.com صار فيك تستخدم اغلب الاضافات اللي ضفناها على التطبيق من التلفون، تقدر تطلب صحيح. في موضوع مهم نسيت احكي لكم اياه، الشباب اللي بيسألوني انه انتو فقط بتجيبوا اسعار بس للمنتجات اللي موجودة عندكم في التطبيق، لا يا اخوان، اي منتج بتشوفه على علي اكسبرس، على علي بابا، على امازون، في جوا التطبيق ادخل شوف في اشي اسمه سورس ريكويست. سورس ريكويست يعني انت بتطلب تسعير للمنتج، فانت بمجرد ما حطيت اللينك تقدر تدخل على المنتج وتشوف تطلب سعر له، والصبايا عندنا طبعا فورا بتواصلوا معك وبيبعثوا لك السعر تبع المنتج وبنضيفه فورا على التطبيق عشان سهل عليك انك تقدر تشتغل عليه وتبيعه تمام. هلا في فيديوهات كتير، في منتجات كتير، السنه راح تكون حريقه نار مولع تمام، فتابعونا، تنسوناش من دعواتكم وشيراتكم ولايكاتكم وسبسكرايباتكم وكل شيء. بدنا نحكي كل فيديو بدنا نوصل مليون يا جماعه، يعني مش عارف هذا الفيديو بجوز وصلنا 3500 شيء زي هيك، مش مشكله شغالين وراح ان شاء الله نوصل لمليون بدعمكم ومشاركاتكم تمام. عربي في الصين، شوفكم فيديو تاني، سلامات.